في مباراتين مهمين جدا 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 لمنتخبنا. والحقيقة في حالة من التفاؤل كبيرة جدا داخل معسكر المنتخب، خاصة بعد وصول نجمنا المصري الكبير محمد صلاح. عايزين نطمن على منتخبنا، وأفضل واحد يطمننا على منتخبنا هو مدير منتخبنا الليجند الأسطورة وائل جمعة. كابتن وائل مساء الخير. مساء الخير ميدو، أهلا بيك. الجو عندك برد ولا إيه؟ لا لا، الجو حلو الحمد لله في اسكندرية. طب الحمد لله، انا لسه كنت في اسكندريه الاسبوع اللي فات، جميله. الجو حلو الحمد لله. لما بقيت مدير المنتخب بقيت سيريس معايا اكتر. ها اضحك اضحك. لازم ميدو، المسؤوليه كبيره طبعا. لا، وانت ان شاء الله يا كابتن وائل قد المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا ونعدي التصفيات بشكل كويس، وانا متفائل خير باذن الله. كابتن وائل، طمني على وصول لاعبينا المحترفين ووصول محمد صلاح النهارده وتفاصيل اجتماعه مع مديرنا الفني كارلوس كيروش. يعني الحمد لله النهارده صلاح انضم للفريق الصبح واتعمل له مسحه، والامور الحمد لله كويسه، واجتمعنا كلنا النهارده اول يوم الفريق كله يجتمع. اتمرنا ورجعنا للفندق، واللعيبه يعني خلاص خلصنا العشاء، وكان النهارده عيد ميلاد محمد شوقي، عملنا له زي احتفاليه بسيطه كده في الفندق، وخلاص الحمد لله الامور مستقره بالنسبه لنا ان شاء الله، يعني بالنسبه للتمرين وللاقامه وكل شيء. يعني كان ايه الكلام، يعني بدون طبعا الدخول في تفاصيل كتير، لكن كان ايه طبيعه استقبال كيروش لصلاح؟ هل وجود صلاح كابتن وائل ادى دفعه معنويه للعيبه؟ يعني ما فيش شك طبعا وجود صلاح في وسط اللاعبين ومع المجموعه اللي احنا مختارينها ميدو، يعني اضافه كبيره، واضافه تدي كل الباور المطلوب وكل شيء يتمناه مدرب في المجموعه، متمثل في صوره محمد صلاح، لاعب مشرفنا جميعا ورافع اسم مصر في انجلترا في الدوري الانجليزي وفي العالم كله. فيعني صلاح واجهة مشرفة لينا جميعا طبعا، وانضمامه ووجوده مع المنتخب المصري مكسب كبير جدا، وانت عارف يدي أهمية معنوية قد ايه للاعبين. فنتمنى التوفيق ان شاء الله للاعبين جميعا. صلاح قدوة للاعبين دلوقتي وقدوة لكل المصريين، فان شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله ونكسب كلنا بإذن الله بوجود صلاح ووجود المجموعة كلها اللي المدرب اعتمد عليها. ان شاء الله باذن الله. كابتن وائل، طمنا على الاصابه اللي سمعنا عنها، اصابه الشناوي في التدريبات. هو حصل كدمه النهارده للشناوي في التسخين، والدكتور شاف ان هو يريح وعمل له اشعه، الحمد لله الامور كويسه جدا. كدمه فين يا كابتن وائل؟ في العضله الاماميه ولا التسخين؟ في التسخين في العضله الاماميه ولا ايه؟ في العضله الخلفيه. غريبه دي، كدمه في الخلفيه دي. هو يعني زي شوطه او حاجه، فشوطه كانت قويه شويه فجت العضله الخلفيه وهم بيسخنوا، ف حد شاط فيه كوره يعني. اكيد الحضري عصام ولا لا؟ كان في بدايه التمرين يعني. ان شاء الله عمل له اشعه الحمد لله كويس، وباذن الله بكره يبقى متواجد معانا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فتوح يا كابتن وائل سليم ان شاء الله، جاهز للمباراه؟ فتوح وياسر كانوا قبل المعسكر طبعا. فتوح ما لعبش مباراه ليبيريا لانه كان اشتكى من اجهاد، برضو كان عنده كدمه في العضله الاماميه، والمستر كارلوس ريحه والحمد لله بقى جاهز في المعسكر. بدانا المعسكر وهو جاهز اول يوم، بس بدا يدخل تاهيل خفيف، ثم ثاني يوم انتظم في المعسكر. ياسر ابراهيم نفس الكلام، كان برضو مع النادي الاهلي، كان عنده اصابه وطمنا عليه الحمد لله ومتواجد مع المجموعه ان شاء الله. كابتن وائل، اخيرا هل بدات المحاضرات الفيديو والمحاضرات الفنيه لكارلوس كيروش للاعبين للتحضير لمباراه ليبيا، ولا لسه ابتداء من الغد؟ طبعا الراجل من بدري جدا بادئ وبيجمع وبيعمل شغله وبيحضر لقطات وبيحضر حاجات للمنتخب الليبي وللاعبتنا كمان يعني. فان شاء الله باذن الله اليومين اللي جايين كل حاجه باذن الله اللعيبه تبقى داخله مباراه ليبيا باذن الله، وهي مستعده اكثر استعداد ان شاء الله يعني. كابتن وائل، خلال المؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش لاحظت ان هو كان مهتم
بشكل كبير بالعامل النفسي، وان هو يدي ثقه لمجموعه اللعيبه، وان هو يدي قيمه للمجموعه بشكل عام. هل ده كلامه مع اللعيبه ان هو بيعمل عمليه اعاده شحن للعيبه خاصه بعد الفتره اللي فاتت؟ طبعا مدرب ذكي جدا ميدو، عنده خبرات كبيره جدا جدا مع منتخبات كتيره. الراجل عارف بيقول ايه وامتى وازاي وفين والمين يعني. صحيح. يعني دي نقطه مهمه جدا جدا، ان هو يعرف يتعامل مع جميع الوسط الرياضي كله، لاعبين واعلاميين ومسؤولين وكل الناس. فدي من الامور المهمه، ان المدرب يبقى عنده الذكاء والقدره على التعامل. فيعني نتمنى ان شاء الله ان الامور كلها باذن الله تبقى ميسره لينا، ونعدي مباريات ليبيا باذن الله، والراجل ده اموره تبقى اوضح لاكثر من كده للناس كمان ان شاء الله يعني. كابتن وائل، كلنا ثقه فيكم، كلنا ثقه في لعبتنا، وكلنا ثقه في منتخبنا ان احنا ان شاء الله هنصعد لكاس العالم. كل التوفيق ليكم، وان شاء الله باذن الله منتخب مصر في كاس العالم. بشكرك شكرا جزيلا كابتن وائل جمعه، اسطوره مصر ومدير منتخبنا الوطني، والحقيقه قال لنا كلام مهم وطمنا.